الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم، معاكم أشرف رمضان في الفيديو ده في سلسلة الحلقات اللي هنتكلم فيها عن الانفرترز والكورس الكامل الخاص بالانفرتر، وإن شاء الله هيكون التركيز بتاعنا على السولار انفرتر. طبعا في البداية زي ما اتفقنا إن احنا بناخد باور الكترونيكس عشان نفهم المكونات الإلكترونية اللي بتكون الانفرتر. طبعا اول حاجه النهارده هنتكلم عنها او موضوع كلامنا النهارده اصلا هيبقى عن الباور دايود. طبعا الدايود او الموحدات بيسموها او بيسموها موحدات القدره. في طبعا دايودز كانت بتستخدم في الالكترونيكس، بتستهلك او بتتعامل مع الباور الصغيره، اما هنا احنا بنتكلم عن الباور دايود بتتعامل مع الديفايسز او الاجهزه الالكترونيه اللي بيبقى فيها الباور عالي تمام شويه. فاحنا بنتكلم عن الباور دايود. الباور دايود طبعا الباور دايود هو من اهم الدوائر الالكترونيه اللي احنا بنستخدمها تمام في عمليات التصنيع. الاستخدام الاساسي في حالات الدايود، او انا بستخدم الدايود في ايه اساسا؟ بستخدمه كسويتش، كمفتاح. يبقى من الاول اهو نركز، يلا. الدايود بيستخدم كمفتاح الكتروني. طيب بعمل بيه ايه؟ بعمل بيه ايه؟ ممكن استخدمه كموحد للتيار المتردد، يعني انا هعمل عمليه توحيد للتيار المتردد زي ما شفنا. انا عندي اي سي تمام، عايز اعمل له عمليه ريكتيفيكيشن او عمليه توحيد. في بعض الاوقات انا بستخدمه كدايود للمسار الحر، او بيسموه الفري ويلينج دايود. الفري ويلينج دايود. طيب عايز الناس تبدا تركز، لان فكره الدايود هي اللي احنا بنشتغلها في الليد. لايت اميتنج دايود هو نوع من انواع الدايود، يعني كل اللمبات الليد اللي انت بتشوفها دي نوع من انواع الدايود، فهي في الاخير دايود. نفس الفكره بتاعتي تمام اللي انا هشتغل عليها في الالواح. الالواح بتاعتي بتاعت الطاقه الشمسيه. طبعا الليد بياخد كهرباء تمام، بيحولها لي لمين؟ لضوء. الالواح الشمسيه بتاخد الضوء تحوله لي لكهرباء، في الاخير هي دايود. طيب الدايود يا باشمهندس بيتكون من ايه؟ هو بيتكون ببساطه من تو لاير رئيسيين. يبقى انا بجيب ماده تمام، بيبقى الالكترونز والهولز فيها متساويه، بعمل عمليه بنسميها دوبنج، حقن، بشحن بوزيتيف في ناحيه. يبقى انا هنا هحط شحنات بوزيتيف في النص اللي في اليسار ده تمام، وهاجي اعمل دوبنج هنا تمام، بحيث يبقى النص اللي في اليمين نيجاتيف. يبقى هي كل الفكره ان انا عندي بوزيتيف ونيجاتيف سيكشن، يبقى دي بنسميها بي ان جانكشن. يبقى بي بوزيتيف ان نيجاتيف. طيب البوزيتيف دي يا شباب هنسميها الانود او الانود. الانود ده هو البوزيتيف، الكاسود او الكاسود تمام، الكاسود ده هو النيجاتيف. يبقى انا عندي الايه؟ انود تمام. الانود ايه؟ موجب، بوزيتيف. الكي كاسود تمام، الكاسود ايه؟ سالب. المنطقة اللي في النص دي بتبقى تمام منطقة ما فيهاش شحنات موجبة ولا سالبة، فبيسموها الدبليشن ريجون أو منطقة الاستنزاف بالعربي. الدبليشن إيه؟ ريجون. هنبدأ نشوف إن الدبليشن ريجون دي لو صغيرة التيار هيمر، لو الدبليشن ريجون دي كبرت يبقى التيار مش هيمر، اللي هما التوصيلتين اللي احنا هنبدأ ناخدهم، الفورورد بايز والريفيرس بايز، اللي هو التوصيل الأمامي للدايود ازاي بيشتغل في التوصيل الأمامي وازاي بيشتغل في التوصيل الخلفي. طبعا ده الرمز الهندسي، لما باجي أشوف رمز الدايود في الدوائر الإلكترونية أو في الدوائر الهندسية بيبقى رمز كده زي المثلث. قاعدة المثلث دي بتيجي هنا عند الوش بتاع المثلث، الرأس دي تمام، بتحط شرطة هنا وبيبقى ده خلاص هو الأنود. الناحية الموجب ده الموجب الانود، والناحيه دي تمام من ناحيه الشرطه دي اهي يا شباب اللي هي ايه؟ السالب. ما تنساش طبعا هنا ده بنسميه ان كنترول ديفايس، يعني انا ما فيش هنا جيت، ما فيش حاجه اقدر اتحكم افصل اشغل، لا ده هو بيشتغل حسب الكاركترستكس اللي بتصنع بيها ايه؟ الدايود. يبقى الدايود تمام او الباور دايود بيستخدم في عمليات او في الدوائر الالكترونيه، في عمليات ان انا اعمل وظيفه الكترونيه بالدايود. بعمل بيه ايه؟ بعمله كمفتاح. يبقى لو حد سالك عايز مفتاح الكتروني ممكن استخدم الدايود، بس زي ما قلنا الدايود ان كنترولد ديفايس. الدايود بيتكون من ايه بالبلدي؟ عباره عن واصله بي يعني بوزيتيف، حطينا حرف البي، ان يعني نيجاتيف، حطينا حرف الان، وبالتالي هم بيسموه بي ان جانكشن. بي ان ايه؟ جانكشن يا شباب، بي ان جانكشن. طيب خلاص عرفنا وعرفنا ايه الرمز بتاعه. طيب
الدايود بتاعي انا هبدا اوصله دلوقتي باسلوبين. ازاي يا باشمهندس؟ انا هبدا اشوف طرق توصيل الدايود. لو انا جبت بطاريه ليها جهد، طبعا ده الطرف الموجب، ده الطويل ده اهو البوزيتيف، والقصير ده اللي هو النيجاتيف، ده رمز بطاريه. رحت موصل البطاريه، خلي بالك، وصلت موجب البطاريه مع موجب الدايود اللي هو مع الانود، والسالب مع السالب تاني. انا كده وصلت الموجب مع الموجب والسالب مع السالب، ده بيسموه فورورد بايز، فورورد بايز، او بيسموه بالعربي الانحياز الامامي. طب انا لو قلبت الدايود او لو قلبت البطاريه هيبقى كاني عملت العكس، يعني وصلت سالب البطاريه مع موجب الدايود. خلي بالك هنا في اليمين عملنا ايه؟ موجب مع موجب، يبقى امامي، موجب مع موجب، موجب موجب وسالب سالب، يبقى التوصيل ده اسمه توصيل امامي او انحياز امامي، فورورد بايز. لو انا خدت سالب مع موجب، طبعا موجب مع موجب الشحنات ايه؟ المتشابهه بيحصل لها تنافر. اما الشحنات المختلفه، يعني انا هنا وصلت سالب البطاريه مع موجب الدايود اللي هو الانود، يبقى كده شحنات ايه؟ مختلفه، شحنات ايه؟ مختلفه، واحده موجب وواحده ايه؟ واحده سالب. طبعا هنا بين الموجب والسالب بيحصل ايه يا شباب؟ بيحصل تجاذب. دايما الشحنات اللي شبه بعض، موجب مع موجب او سالب مع سالب، بيحصل بينهم تنافر. اما موجب مع سالب او سالب مع موجب، الشحنات المختلفه بيحصل بينهم تجاذب. تمام؟ يبقى انا هنا عايز اشوف الدايود ده هتبقى ايه حالاته لو انا وصلته فورورد بايز، وايه حالاته لو انا وصلته ريفرس بايز. لو انت رجعت للرسمه دي كانك اهو، ادي الموجب البوزيتيف، رحت انا جايب البطاريه بتاعتي، هخلي الموجب بتاع البطاريه مع موجب الدايود، وسالب البطاريه مع سالب الدايود. التوصيله دي اللي انا عملتها سميناها ايه؟ ها، فورورد بايز، توصيل امامي. ايه اللي بيحصل؟ موجب مع موجب بالبلدي كده، تخيل ان بيحصل هنا مرور للتيار، البوزيتيف بتاع البطاريه مع البوزيتيف بتاع الدايود، والنيجاتيف مع النيجاتيف، بيقعدوا ايه؟ يحصل لهم زي ما قلنا الاثنين اللي شبه بعض بيحصل بينهم تنافر، ويبدا يمر التيار من البوزيتيف للنيجاتيف، بيحصل ايه للديبليشن ريجون؟ بتقل. تمام؟ فالالكترونز اللي موجوده، تمام، بتبدا يمرر تيار من الموجب للسالب. طب انا لو رحت جيت رحت موصل توصيل عكسي، يعني ايه عكسي؟ ده الموجب الانود صح؟ اوصله بايه؟ في العكسي، ها، بالسالب، والسالب بتاع الدايود اوصله بايه؟ بالموجب. يبقى لما الاثنين يكونوا شبه بعض ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ريفيرس بايس، توصيل، مفيش توصيل دلوقتي، هما بيسموهم توصيل عكسي، هو مش هيوصل. فهنا بيبقى الدايود كانه شورت سيركت، بنسميه شورت سيركت اس سي. طيب في الحاله دي ايه اللي بيحصل في حاله الموجب مع السالب والسالب مع الموجب اللي هي الريفرس بايز؟ اللي بيحصل ان الديبليشن ريجون دي البوزيتيف النيجاتيف او البوزيتيف الخاص بالدايود بيروح ناحيه النيجاتيف بتاع البطاريه، والنيجاتيف بتاع الدايود بيروح ناحيه البوزيتيف بتاع البطاريه. احنا قلنا الشحنات المتشابهه بتتنافر، اما المختلفه بتتجاذب، فالشحنات اللي هنا مختلفه هتتجاذب ناحيه مين؟ البطاريه. فالجزئيه اللي جوه الدايود اللي هي الدبليشن ريجون دي هتوسع، هتبقى كبيره، بدل ما المستطيل ده انت شايف عرضه كده صغير، لا، العرض ده هيزيد يزيد يزيد لحد ما يبقى هنا لا يمر تيار. يبقى في حاله التوصيل الامامي يمر تيار، في حاله التوصيل العكسي لا يمر تيار، في حاله التوصيل الامامي بتبقى الدايره المكافئه للدايود، بيتشال الدايود ونحط مكانه سلكه، سلكه يعني شورت سيركت. هنا بيتشال الدايود وبنحط مكانه دايره مفتوحه، اهو ادي البطاريه، وهنا ده مكان الدايود بي اي اوبن سيركت، ده اللي احنا هنبدا نشوفه هنا. يبقى هو مفتاح. في حاله التوصيل الامامي ايه اللي حصل؟ انود مع كاسود، والتيار هيمر من الانود للكاسود كانه بي اي مفتاح مغلق، او بسميه شورت سيركت، دايره مغلقه يعني سلكه من الاخر، يعني كانك جبت حته سلكه وصلتها من الموجب تمام للسالب، فهيمر التيار، ده اسمه فورورد بايز، توصيل امامي، يعني الدايود هيوصل. المفتاح ليه حالتين، يا اما اون يا اما اوف، في الحاله دي الشورت سيركت كان الدايود عامل مفتاح اون. طيب هنا في الانحياز العكسي زي ما قلنا الدبليشن ريجون هتوسع، يعني الفراغ اللي ما فيهوش الكترونز ولا ما فيهوش شحنات
تمام هيزيد، وبالتالي الدايره هتتحول لايه؟ لاوبن سيركت. اوبن سيركت اهو او اوبن وسيركت سي، يبقى اس سي واو سي، هنا بقت اوبن سيركت لان الشحنات بتاعه الانود الموجبه راحت تراكمت على السالب والسالبه راحت ناحيه الموجب بتاع البطاريه، وبقت الحته اللي في النص الدبليشن ريجون كبيره واسعه ما فيهاش شحنات، فبقى الاكيوفلنت ليها او المكافئ ليها تمام دايره مفتوحه. طب الدايره هيمر، الدايره المفتوحه بيمر فيها تيار كام؟ ما بيمرش فيها يا عم، اوبن سيركت دايره مفتوحه يعني لا يمر بها تيار، يبقى الدايود هنا التيار اللي هيمر فيه هنسميه اي دايود بيساوي كام؟ بيساوي صفر. يبقى لو سالتك دلوقتي الدايود شغال ايه في الدايره الالكترونيه، سيبك من ايام الكليه، احنا ناس بتوع ابلكيشن وتطبيقات، احنا شغالين عملي، عايز مفتاح تقول لي والله خد الدايود لو انت وصلته امامي يبقى مفتاح، لا وصلته امامي حاله من المفتاح اللي هو الاون، ووصلته عكسي حاله من المفتاح اللي هو الاوف، يبقى المفتاح ليه حالتين اون واوف. المعلومه دي مهمه جدا، لو انا عايز اعمل مفتاح ممكن اوصل مثلا عايز اخد كهرباء تمام تشحن من مكان، مثلا انا بشحن الكهرباء موجوده في مكان ناحيه اليمين وعايز امررها ناحيه اليسار، بس لما يجي الكهرباء تمر من اليسار لليمين اللي هو العكس ما تمرش، يبقى اركب دايود، يبقى الدايود كانه بالبلدي كده طريق اللي روح ما يرجعش، طريق الوان واي، يعني انا ماشي في اتجاه اعدي، انا ماشي من الانود للكاثود اتفضل عدي. طب لو انا جيت قررت ارجع من الكاثود للانود اقول لك لا ما تعديش، يبقى في الحاله اللي انت رايح من الانود للكاثود توصيل امامي يبقى انت التيار بيمر، يبقى اون المفتاح، من الكاثود للانود بيبقى المفتاح اوف، وبالتالي الدايود يعمل كسويتش. المعلومه دي مهمه جدا جدا جدا. طبعا الناس اللي بتاخد الكترونكس ديبلي لازم تفهم الكاركترستيك كيرف بتاع الدايود. في عندي حالتين، في حاجه بنسميها الايديال كاركترستيكس كيرف اللي هي الخاصه بالدايود، وفي حاجه بنسميها البراكتيكال، يبقى الحاله المثاليه تمام والحاله الفعليه. طب ايه اللي بيحصل في الحاله المثاليه والحاله الفعليه؟ في المثاليه بنقول والله المفروض لما اوصل امامي يمر تيار الناحيه الثانيه تمام، ولما اوصل عكسي ما يمرش اي تيار، ما يمرش اي تيار الناحيه الثانيه. طب تعال نشوف، تعال نشوف الايديال كيس، الايديال كيس اللي هي الحاله المثاليه دي بنسميها الاستاتيك كاركترستيك كيرف. طبعا كل الناس عارفه اي محور ببص على الهوريزنتال الافقي ده يمثل ايه والراس يمثل ايه من قبل ما اشتغل، انا عايز ارسم علاقه بين الجهود اللي هو الجهد الامامي اللي هو الفورورد بايز على المحور الافقي تمام، ده اللي هو البوزيتيف. طب وناحيه النيجاتيف ده الجهد العكسي، يبقى انا كاني قسمت هنا في النص الناحيه اليمين بتاعت الجهد الامامي او التوصيل الامامي، الناحيه اليسار بتاعت التوصيل العكسي، كلام سهل وبسيط جدا. لو طلعت لفوق على المحور الراسي هلاقي التيار الامامي، يبقى انا لو خدت الجهد الامامي مع التيار الامامي يبقى انا هرسم في الحته دي صح، اعرف الكاركترستيك بتاعه الدايود في تيار وجهد، تيار وجهد تمام. يبقى في حاله الامامي بوزيتيف في والتيار بتاعه اي بيبقى بالملي امبير، ده اللي بيمر في الدايود، خلي بالك التيار هيمر في الدايود زي ما هنشوف في حاله الاكشوال كيس تمام. طيب تعال نشوف ايه اللي معمول هنا. طيب لو في حاله العكسي انا همشي هنا لان هو تيار عكسي وجهد عكسي، يبقى انا هرسم دي ده العكسي، دي الحته بتاعت العكسي اللي هترسم فيها كيرف العكسي، دي الحته اللي هترسم فيها الكيرف الامامي، دي الفورورد بايس دي الريفرس بايس. طيب يا سيدي الكيرف شكله ازاي؟ زي ما انت شفت هنا في الحاله الايديال. ايه اللي بيحصل؟ التيار اللي هيطلع من البطاريه يمر في السلكه دي ويرجع تاني تمام، يبقى في تيار وتيار كبير جدا، يبقى معنى كده ان بمجرد ما هيطلع تمام التيار من البطاريه هيمر ويزيد التيار تمام. طب الجهد اللي على السلكه، اي سلكه الجهد اللي عليها بكام؟ كام الفولتج اللي هنا على السلكه نفسها؟ بصفر. يبقى انا هروح الاقي خط كده اهو راسي تمام، هو ده اللي بيمثل الحاله الايديال كيس في حاله الفورورد الجهد الامامي. طب في حاله الريفرس، في الريفرس يا معلم ايه اللي بيحصل؟ في الريفرس اصلا انت بتقول لي التيار ما بيمرش، يبقى بصفر والجهد يكون اعلى حاجه، لان هو الجهد في الحاله دي تمام هيبقى اعلى شيء.
ادي الجهد اهو بيزيد زياده كبيره. والتيار بكام؟ تيار، هل تيار نزل؟ لا، تيار اهو صفر. اصحى معايا، النقطه دي صفر وصفر. يبقى ده الكيرف الايديال. في الايديال بالبلدي يا عم، في الايديال بالبلدي ببساطه شديده جدا، البطاريه بتشيل الدايود وتحط مكانه سلكه، السلكه الجهد اللي عليها كام؟ صفر. اي سلكه الجهد اللي عليها صفر، شورت سيركت. طب التيار اللي هيمر فيها هو التيار بتاع البطاريه. طب هنا مفيش تيار، التيار صفر والجهد اعلى ما يمكن اللي هو جهد ايه؟ الدايود. طيب تعال نشوف الحاله البراكتيكال بقى بيحصل ايه. بيقول لك والله يا باشمهندس انا ببدا من صفر، بس الجهد بيبدا يزيد لحد ما بيوصل لنقطه بيبدا الدايود يوصل. يعني احنا هنا كنا متخيلين ايه؟ هدي تيار الدايود يوصل على طول. التيار اول ما يجي يدخل على الانود، تيار يدخل الدايود يوصل، زي هنا دخل التيار وصل، راح الامبير ايه؟ بدا يزيد. لا يا حبيبي، بياخد جهد على بال ما الدايود يشتغل. بيختلف حسب الماده المصنعه، لو كان جرمانيوم بياخد جهد لحد 3 من 10 فولت. لو كان سيليكون كل الناس حافظاها دي بره، يقول لك بيبدا يشتغل في الفورورد بعد 7 من 10. ليه؟ لان الماتيريال اللي احنا صانعين منها الدايود اللي هي مين؟ اللي هي السيليكون. يبقى السيليكون خد الحته دي اهي، الحته دي اعتبرها 7 من 10 فولت في حاله الفورورد، وبعدين يبدا يزيد تمام التيار مع الجهد. خلاص، يبقى دي الحاله الايه؟ الايديال، وبيزيد بكيرف. طبعا النقطه دي بيسموها الرقبه او النيه، او الحته اللي بيحصل فيها عمليه بدايه مرور التيار في الدايود، وبيمر التيار بشكل ازاي؟ تناسب طرد بين الجهد وبين التيار، مش لحظي تمام. طيب امال هنا يا عم، انت قلت المره اللي فاتت لما بيبقى اوبن يعني مفيش اي تيارات. لا، ده هو بينزل شويه كده في الريفيرس بالسالب اهو، لما يبدا يوصل في الجرمانيوم عند سالب 50 ملي امبير، وفي السيليكون عند سالب 20 ملي امبير، يبدا ياخد القيمه دي تمام. هيبدا يكون في تيار سالب 50 ملي امبير او سالب 20 ملي امبير، هيكمل معايا التيار يزيد يزيد. الناس متخيله هنا ان التيار هيقعد يزيد لحد ما لا نهايه. لا، ده بيوصل لمرحله معينه بيسموها البريك داون، جهد الانهيار. يعني هو بيبقى الدايود قاعد اوبن سيركت، انا مستحمل 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 مهما مر فيها تيار، فانا اوبن مش بمرر. يعني كل ما يزيد تيار من البطاريه مش امرر، هقاوم 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 لحد ما يحصل عندي ان انا مش قادر اقاوم. النقطه دي بنسميها جهد الانهيار او جهد الانهيار العكسي، الريفيرس بريك داون بوينت بتاعتي. ويبدا الدايود في الحاله دي يوصل بالرغم ان هو اوبن سيركت، بيوصل تيار تمام، وده بيبقى بالمايكرو امبير. مهم جدا حضرتك تفهم الكاركترستكس بتاعت الايديال كيس والاكشوال كيس، لاني هندخل بعد كده على انواع كتير تانية زي الدايود، هناخد الترانزستور والاي جي بي تي، وهناخد مش عارف الموسفت، وهناخد والسيرستور والدياك والترياك. كل الناس دي عايز افهم كيرف، انا راجل مهندس يعني مش عايز ابقى ماشي كده وخلاص، لازم افهم الكاركترستكس بالتفصيل. طب ايه انواع الدايود الخاص بالقدره اللي احنا بنشتغل بيه في الكومبوننت بتاعتنا؟ في جنرال بيربوس دايود اللي هو دايود الاغراض العامه، وفي فاست ريكفري دايود اللي هو بيسموه دايود سريع الاستعاده، بيتم الريكفري بتاعه بسرعه، وفي الشوتكي دايود. يبقى انا لو سالتك ايه انواع الدايودات الخاصه بالقدره، ثلاثه: جنرال بيربوس دايود، فاست ريكفري دايود، شوتكي دايود. ممتاز. طيب ايه هو الفرق بين الثلاثه دول يا شباب؟ الفرق بين الثلاثه دول من الاخر في موضوع كام ملي سكند هبدا اعمل ريكفري استعاده تمام في الكيرفات بتاعتي، هشتغل لحد كام امبير، همرر لحد كام فولت. يبقى كل الدايودز اللي احنا هنبدا نتكلم عنها دي في فروق بينها. دايود الاغراض العامه اللي هو بيسموه الدايود السيليكون، لان زي ما قلنا مصنوع من مين؟ من السيليكون. خلي بالك في دايود من الجرمانيوم. طيب الدايود بتاع الاغراض العامه ده بيستخدم، خلي بالك احنا هنبدا ندخل دلوقتي في الفريكونسي، المعامل ده مهم جدا جدا جدا، ان الدايودات اللي هي الخاصه بالجنرال بيربوس دايود دي تستخدم في الاغراض العامه ذات الترددات المنخفضه. طب منخفض لحد كام؟ اقل من 1 كيلو. خلي بالك الدايود الجنرال بيربوس دايود بيشتغل لحد 1 كيلو هرتز، الفريكونسي بتاعه تمام اقل من 1 كيلو. طيب بيقول لي ايه هنا؟ والتي لا يمثل فيها زمن الاستعاده تاثيرا، زمن الاستعاده اللي هو الريفيرس او الريكفري بتاعي ما ياثرش عليها تاثير جامد.
على سرعة مين؟ سرعة الفتح والقفل. احنا الهدف من الكورس ده في الاخير الانفرترز ده كله احنا عايزينه عشان ندخل على سويتشنج مود، ازاي افتح واقفل، ازاي اتحكم في سرعة القفل والفتح، اون واوف، هفتح واقفل سويتش، سرعة الاستجابة او الاستعادة من حالة اون لحالة اوف، دي تهمني جدا جدا. عايزك تفوكس على الحتة دي، زمن الاستعادة، التايم اللي انا عايز اشتغل عليه واعمل ريكفري بين الاون والاوف، زمن الاستعاده. هل تمام التاثير بتاع زمن الاستعاده ده مؤثر معايا جامد؟ كذا مايكرو سكند هتاثر معايا ولا لا؟ حيث يكون زمن الاستعاده في حدود في الجنرال بياخد 25 مايكرو سكند. يا ريت نركز على الارقام. طبعا دي بستخدمها في دوائر التوحيد الخاصه بالتيار المتردد ومغيرات القدره التي تعمل على تردد احنا قلنا هنا ترددات ايه اهي؟ ترددات منخفضة، وبالتالي اللي بيتعامل مع ترددات أعلى هيبقى سعره أغلى، وبالتالي اللي بيتعامل مع ترددات منخفضة هيبقى سعره إيه؟ منخفض، تمام؟ طبعا بيتوافر حسب بيسموها مقننات من الجهد التيار، يعني الريت بتاع الكرنت والريت بتاع الفولتج. طب الريت بتاع الكرنت بيصل لحد تمام 3 كيلو أمبير، والريت بتاع الفولتج بيصل إلى 3 كيلو أمبير زي ما قلنا الريت بتاع الكرنت، و5 كيلو فولت. 5 كيلو، خلي بالك احنا ديودات قدره، ديودات قدره عشان الناس بتاعت الكترونكس في قسم الالكترونيات يقول لك لا احنا ما كناش بنشتغل لحد 3000 امبير. عارف دي الكترونيات قدره يا شباب، الامبيرات عاليه، تمام الامبيرات عاليه. يمكن ان تدمج عده ديودات مع لتكون ممكن نعمل بريدج، وبالتالي المقننات اللي هي القيم او الفاليوز الخاصه بالتيار والجهد دي احنا بنسميها في الكتاب العربي ده مقننات دايما. طب الريت بتاعي كام؟ تمام؟ فبيقول لي هنا في حاله البريدج ممكن اوصل لواحد كيلو فولت بدل 5 كيلو فولت لما اوصل بريدج، وهيبقى الامبير 300 امبير. تمام؟ دي اشكال لجنرال بيربوس دايودز، تمام؟ من شركه باوركس. باوركس دي شركة متخصصة بتصنع الكترونكس خاصة بالباور الكترونكس، خاصة بالباور دايود، الباور ترانزستور وهكذا. ده شكل تمام الدايود، ده باور دايود غير الدايود اللي احنا كنا بنشوفه في الدائرة الالكترونية، ده باور دايود، ده باور دايود، تمام. دي اشكال من الباور دايود من شركة باوركس، جنرال بيربوس دايود. طيب في واحد تاني بقى، احنا قلنا ايه؟ خلي بالك ارجع معايا، هنا احنا كنا بناخد لحد 25 مايكرو سكند، ده زمن طويل، الريكفري مش فارق كبير. اما هنا لو انا عايز اعمل فاست ريكفري يبقى هقلل الزمن. خلي بالك هناك كنا كام؟ 25 مايكرو، هنا كام؟ 5 مايكرو سكند، عامل عليها هايلايت. يبقى البنيه الداخليه بتاعت الفاست ريكفري دايود اتصممت عشان تعمل سرعه استعاده. طب السرعه دي بتصل لكام؟ شايف هناك كان 25، هنا كام؟ 5 مايكرو، عشان تبقى فاهم لو حد سالك ايه الفرق بين الدايود العادي والفاست ريكفري دايود في زمن الريكفري، زمن الريكفري، تمام. وبالتالي في بعض الدوائر انا هبدا استخدم الترددات العاليه، تمام، عشان اعمل عمليه الفتح والغلق، يبقى الزمن هنا هيقل، وبالتالي بتعامل مع ترددات عاليه، ترددات عاليه، يبقى كل ما يقل الزمن، انت عارف اف بتساوي، تمام، اف بتساوي 1 على تي. ممتاز ممتاز. طيب الدايودات دي ممكن تصل بمقننات لحد كام؟ 3 كيلو فولت. كانت كام هناك في العادي؟ 5 كيلو. طب وهنا كان كام امبير هناك؟ كان 3 بقي 1 كيلو امبير. خلاص كده، يبقى زمن لو حد سالك الفاست ريكفري ايه مزاياه؟ ان هو بيعمل ريكفري عمليات الفتح والغلق في الترددات العاليه. خلي بالك اختلاف مكونات الانفرترز او مكونات الباور الكترونكس كلها تلعب في حته مين بيشتغل في الترددات العاليه ومين بيشتغل في الترددات المنخفضه. دي طبعا احد اشكال الفاست ريكفري دايود، دي برضو احد اشكال الفاست ريكفري دايود، دي احد اشكال الفاست ريكفري دايود. طبعا في كل الاحوال في عندي بوزيتيف ونيجاتيف اللي هو الانود والكاثود. طبعا في دايود حتى الاسم ده كتير جدا في الكليه بنتعامل معاه اللي هو بيسموه شوتكي دايود، تمام. ده بيبقى بيعمل تبديل سريع، بس هنا بيستبدل الوصله البي ان بحاجه بيسموها شوتكي دايود. طب ده بيتميز بايه؟ بيتميز بوجود منطقه مجرده صغيره جدا، يعني شفت انت حته الديبليشن ريجون اللي احنا كنا بنتكلم عنها دي، تمام.
بتبقى صغيرة جدا، وبالتالي بيبقى جواه شحنة مخزونة صغيرة جدا، تمام؟ وبالتالي شوتكي دايود ده هيكون عنصر سريع جدا بالمقارنة بالوصلة البي ان العادية، إلا أن سعة وصلة شوتكي دايود السعة الكباستي بتاعته أكبر من سعة البي ان، تمام؟ طيب ممتاز. أنا هنا هبدأ أشوف شوتكي دايود رمزه. يتميز شوتكي دايود بتيار تسريب، تيار التسريب بتاعه عالي، تمام؟ والفولتج بلوكينج بتاعته تمام عالية، لذلك أنا هستخدم موحدات شوتكي دايود عندي إيه؟ جهود أقل من 200 فولت. يبقى لو أنا عندي دايرة هشتغل على أقل من 200 فولت وتيار تمام قد يصل يعني هيبقى أقل من 300 أمبير، تمام؟ هبدأ آخد الشوتكي دايود. دي طبعا أشكال شوتكي دايود بيستخدم، أدي شوتكي دايود طبعا أنود وكاسود، شايف الشكل ده أهو، واخد كده أهو، مش الخط، إحنا الدايود العادي كده كنا بنرسم خط هنا، لا ده شوتكي دايود، ده رمز مين؟ شوتكي دايود. ده قريب جدا من الدايودز الخاصة بالإلكترونكس اللي إحنا كنا بنتعامل معاها أو بنشوفها في الشغل بتاعنا العادي. أنا كده خلصت الدايود، تمام؟ خلصت يعني إيه دايود؟ توصيلات الدايود، أنواع الدايود. إن شاء الله في الفيديو اللي جاي هبدأ أتكلم على تطبيقات الباور دايود، محاضرة مهمة جدا هنتكلم فيها عن تطبيقات الباور دايود، ازاي اعمل فول ويف ريكتيفاير، هاف ويف ريكتيفاير، ازاي اشتغل سنجل فيز، ازاي اشتغل ثري فيز، واحط الدوائر دي ازاي مع الدايود، يتحط ازاي مع الدايره او الانفرتر بتاعي او اي دايره انا هستخدم فيها باور دايود. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.